مهما مر الزمان ومهما تعاقبت الأيام، فإن مصر لا تنسى أبداً مواقف الرجال، كما أن حق الأبطال في التقدير والتوقير والإجلال لا يمكن أبداً أن يسقط بالتقادم. فلنحيي جميعاً من كانوا سبباً في أن نقف اليوم بأقدام راسخة في الأرض ورؤوس شامخة كالجبال، أبطال حرب أكتوبر. اشهد بحكاية هتعيش لسنين عمرها ما تموت، أبطال ضحوا كتبوا نهاية العالم كله عليها شهود. الجيش المصري ده أسطورة دايما أبطال بيوفي وعم، والنصر ده كان أجمل صورة في حياتنا، مفيش لليأس وجود حالفين بسماها. بنرحب بيكم ومتشرفين بيكم وسعداء بوجودكم معانا، متشكرين باسمي وباسم كل مصري على معركة الشرف والكرامة اللي انتم قدمتوا فيها النصر. ربنا يديكم الصحة، وكل اللي هقوله ان ربنا هو اللي يكافئكم. احنا مهما قلنا ومهما عملنا مش هنعرف نكافئ قد ما ربنا بيكافئ. شكرين جدا، شكرين.